زينب، من هي هذه المرأة العظيمة؟ قصة بدأت حين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عبدا اسمه زيد بن حارثة. ملأ الطفل شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم فتبناه وسماه زيد بن محمد، لكن أهله تحسسوا وبحثوا عنه حتى علموا أنه في مكة، فسافر أخوه جبلة لاستعادته، ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم رجاه قائلا: ابعث معي أخي زيدا. لم يرفض صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إلى ابنه زيد، أشار إليه وهو بين وجعين فراقه وحرمان أهله منه، فقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. مشى جبلة نحو أخيه فبشره وطلب منه الاستعداد للرحيل، لكن زيدا لم يجبه، نهض نحو حبيبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما أو يعنفه، نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه فقال: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. كبر زيد فزوجه صلى الله عليه وسلم من امرأة حبشية تدعى أم أيمن، فولدت له طفلا سماه أسامة، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كحبه لأبيه زيد. وبعد الهجرة تعاظم حبه، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى عمته أميمة بنت عبد المطلب فخطب ابنتها زينب بنت جحش لزيد، فزفت إليه. ومرت سنوات وإذا بزيد وأسامة يفجعان بشيء كالموت، يفقدان شيئا أغلى من أرواحهما. حدث ذلك حين أنزل الله آيات تحرم التبني. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أشرقت شمس ذلك اليوم وهو ابن محمد، ولم تشرق ثانية إلا وهو ابن حارثة. تجرع زيد مرارة الفقد ورضي بقدر الله، لكن المرارة خفت حين أعلن صلى الله عليه وسلم أن زيدا وأسامة يسكنان قلبه، بل جعلهما أميرين، وحلف يقصد زيدا فقال: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي. ثم أشار إلى أسامة فقال: وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حب أكده عمر وهو يحدث ابنه عبد الله عن الفتى الأسود أسامة فيقول: إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله منك. وتمضي الأيام، فيحدث في بيت زيد وزينب ما يحدث في البيوت. ذبل الحب في قلب زينب، فتألم زيد وأتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يشكو صد حبيبته، فصبره صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي نزل يأمر بحسم قضية التبني ويأمر النبي بخطبة زينب، فحاول صلى الله عليه وسلم التريث مراعاة لزيد وللناس، وقال: أمسك عليك زوجك،
لكن القرآن نزل يعاتب نبيه على تلك المجاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن نبياً لأخفاها ولما قرأها.